هو هذا ما درى. وقف 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 هناك، وقف هناك. وشلون يا اخي؟ ايوه. اوه والله في سنيكينج في اللعبه. لا بشوف جيش هناك الهبلان. وخروا اخبزين. It was at this moment that he knew he fucked up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد وسلسلة عظيمة بإذن الله لا تقل عظمتها عن لعبة بانشت أو سلسلة بانشت اللي بفضل الله نالت على إعجابكم. خلصنا 15-16 حلقة منها. إذا أول مرة تشوف هذه القناة عزيزي المشاهد أنصحك أنك تشوف هذه السلسلة، صدقني راح تستمتع. شوف الحلقة الأولى. بانشت ما ودي أقارنها أبدا بهذه اللعبة، ولكن كان ناقصها شيء واحد اللي هو الجانب الحربي. كنا متفائلين يوم شفنا الكانون وشفنا ما أدري إيش، قلنا يمكن المودات اضافت جانب حربي، ولكن راح اضبطكم في هذه السلسلة. الجانب هذا اللي كان ناقص في السلسلة الماضية احس اللعبة هذه جت في وقتها، في وقت جدا ممتاز. طبعا اثنين من المنتسبين طالبوني في خلال فترة الشهر هذا، والجميل في الموضوع اني حصلتها في الستيم وش لست عندي، يعني كنت شايفها وناوي اني العبها. فبإذن الله ما ودي اطول مقدمة اكثر. شكرا لكم على دعمكم في السلسلة الماضية، وان شاء الله ان هذه السلسلة راح تنال اعجابكم. قول بسم الله. حملة جديدة والله يا شباب بدون مبالغة، ان هذه اللعبة من اول ما شغلتها كل ما شفت خلفية زي كذا جيت اصور شاشة وحطها خلفية في الديسكتوب عندي، من كثر ما حبيتها، من كثر ما دخلت الجو في يا اخي شوف شوف يا اخي يا اخي والله اعلق وصفك. ثقافة الشخصية، اول شيء نبدأ نأسس شخصيتنا، وراح اتطرق لكم في المقدمة لكن حبة حبة طبعا بدون اي مقول بدون عرب. ايوه شغل لي العود على طول. ينسبها وغالبا ايش بنسبها وغالبا ما تشعر بالغيره من الاخرين. والله يا شباب ما ابالغ بس اني حبيت اللعبه قبل العبها. هنا يقول لك القوافل ارخص بنسبه 30% في البناء و10% غرامه تجاريه اقل. يعرف كاسر يعرف هذا المقول وش فائدتهم يا طيب وانت ترجمه. هنا سرعة تطوير أو سرعة تدريب التروبز اللي هم القوات، وهنا الباتنيين. شوف يشغل لك نغمة ثانية إذا اخترت، يعني أعلق وصفق والله. فهنا نفس الشيء، الإنتاج يكون تقريبا عندهم أقوى. الإمبراطورية هنا تقريبا 20% أقل أجور للجنود اللي عندك، وبتعرفون وش فائدة الأجور أو الرواتب. ريكروتينج هنا نفس الشيء، سرعة تدريب أو أرخص التدريب الجنود إذا اخترت هذه الثقافة. ما ودي أطول في الموضوع بس هذا يعني استعراض سريع. طبعا احنا اخترنا العرب. حلو، هنا شخصيتنا راح أرتبها على السريع مع النغمة الجميلة هذه بستكن. ما في أحمر عين، نبالنا واحد أحمر عين يا ولد. هنا دم للركب، هنا الشعر لابد بالشعر. يا سلام شعر الطويل. لا يا زلف، خل لحية الغانمة هذه ونقول بسم الله. شخصية كذا عجبتني صراحة 100%. نجي اختر العائلة الخاصة بك. لقد ولدت في عائلة من أقرباء الأمير، العبيد، تجار المدن، مزارع الواحات، بدوية، البلطجية في المناطق الحضرية. أهم شيء هنا يهمنا القوة، التحكم، إيش النقاط وين بتتوزع. فأنا بسحب على الشكل هذا، ما أتوقع أنه بيهمنا أكثر من أني أرتب شخصيتي. فعندنا هنا الأحصنة، ركوب الخيل، وهنا ألعاب القوى، اللياقة البدنية، الحدادة. هنا أول شيء في البداية الأسلحة، يد واحدة، يدين، والظهر الاثنين هنا، القوس، النشابة، الرمي، وهنا عندنا الكشافة والتكتيكات والاحتيال، الجاذبية والقيادة والتجارة، وهنا عند الذكاء. هنا الستيورد يساعد في زيادة حجم القوات. الطب، أوه هذه مهمة جدا. الطب عندنا الكمادات لتخفيف الألم، تسكين الالتهاب، تنظيف الجروح لمنع العدوى، تطبيق العظام أوكي، وقف النزيف. هذه مهمة بعد الحروب الظاهر. وهنا الهندسة. طيب صراحة ودي ألعب بالقوس. القوس في هذه اللعبة جميل جدا، يعني أنا والله شفت له لقطات بس ما جربته. والخيال طبعا أوكي، هذا يرفع لي شغلتين كل واحد كل اختيار. هنا قدرة تحمل مهم جدا عشان لاعبنا ما يكون ثقيل من البداية، فممكن اختار هذا. مزارع الواحات يلا ما عليه. اختر الطفولة المبكرة الخاصة بك. مهاراتك القيادية، شوف شوف هذا عضلاتك. اهتمامك بالتفاصيل، كفاءتك مع الارقام، جالس يحسب، تعاملك مع الناس، مبتسم للناس، مهارتك مع الخيول، اساس انه ماسك خيل. نرجع هنا اهميتنا. طبعا يا شباب هذه الامور كلها اللي اختارها هي عبارة عن تسريع، يعني هذه النقاط تسريع تطور شخصيتك في هذه الامور.
بس مجرد فوكس بوينت تحطها هنا. فالحين تطوري اللي جاي وانا العب بيكون سريع في هذه الشغلات اللي جالس انا ألبذلها، وراح ندخل في تفاصيلها هذه بعدين. اختر خلفية القصة الخاصة بك. اوكي، هنا اتوقع مهمة على على اشقائك الصغار، لكنك نجت انت واخوك او نجوت انت واخوك، انطلقت مع امك ووالدك واخوك واختك مرون جيش بعد جيش، في النهاية قمت ببيع ممتلكاتك في كاليراديا. اوكي، هذه اسم المنطقة. انقلبت حياتك بسبب الحرب، بيتك دمره مثل او دمر مثل العديد من العائلات. الترجمة العربية برضو بجيكم سالفتها بعد شوي. القيادة مهمة جدا، بحيث ان الاشخاص اللي اخذهم كجنود معي اللي هم جيشي يعني تكون معنويتهم عالية يوم تكون القيادة عندي مرتفعة، فمهمة جدا القيادة. بما اني ما لفلت القيادة ابدا، خلنا بنا اختار هذا تنظيم المسافرين، وبيزيدنا برضو بالامور الاجتماعية، فشي طيب. الاسم ما يبيها كلام. نجي للصعوبة، فري بوتر. ايش هذا؟ ريديوست 25%. اوكي، هنا الصعوبة حاط لي تقريبا اني شخص جديد، وانا شخص جديد للامانة، والله ما اعرف استخدم اي شيء. بس للامانة تضرر قوات الصديقة، ودي اخليها ايش؟ واقعي. في واقعي وفي 75% ايزي. اوكي، يعني هذا الواقعي هو الهارد، وقبله يجي قبله يجي اللي هو الايزي، وبعدين فيري ايزي. لا، اخليه ايزي اللي في الوسط، يعني ميديوم. سرعة التوظيف هذا ما اعرفه، فبخليه. سرعة الحركة على الخريطة ما ادري برضو ايش هذا. صعوبة الذكاء الاصطناعي، خلي الاعدادات زي ما هي. ايرون مان مود ليمت يو سنجل سيف فايل. لا لا، شكرا شكرا. هذا اللي تموت مرة واحدة وخلاص تروح عليك تخزينة كلها. ليه احشر نفسي من الحين؟ خلنا نموت ونحيا ونقوم ويكتب لنا عمر جديد، ايش يعني؟ بس بإذن الله ما راح نموت. انا ما دخلت السلسلة هذه الا ودي اجلد هذا النوع من الالعاب يا شباب. اسمع التلقيم هناك، كيف سننقذ فاذد وأليا؟ هل نقدر على القتال؟ أيام ونحن نتبع هؤلاء الأخير. أخي، أو أخي، لقد مرت ثلاثة. عربي يا شباب وربي مضروب. أوكي، القزاه جو الظاهر هجموا علينا، والحين احنا بنروح بنرد بالثار. جميل، هذا يبدو كأنه حق التدريب قديم للجيوش، ربما يمكننا أن نخصص بعض. هنا اختارنا، سأبدأ التدريب، أريد أن أعرف أنني أستطيع القتال. يا إيش اللي أريد أن أعرف؟ تعرف ونص بعد، ليس لدينا وقت نضيع. يلا يلا توكلنا على الله. أقول وشلون يضرب؟ علمني. تكفى تكفى. خلنا نشوف هنا ساحة التدريب الظاهر. والله علق وصفق. لا، أنا أقول لكم هذه بداية سلسلة عظيمة، والله أنا أقول لكم الحين. الجرافكس يبكي، الجرافكس يبكي. إن شاء الله أن تكون الجودة عندكم كويسة. نقول بسم الله. أوف، التلقيم هناك. علمنا على الخيل يا طيب. الخيل والبيداء، تدريب بالسيف. جميل، اوكي، هذا اللي بيتصفق اول واحد. السلام عليكم. الليل يا شباب، طلعت السالفة ايش؟ تسحب الماوس من فوق لتحت يضربه من فوق، تسحب الماوس من تحت لفوق يضربه من تحت، تسحب من يمين يسار، لا يضرب من اليسار، يضرب من هنا. فتحكم صراحة للأمانة ما هو ذاك السهل للأمانة يعني، لكني صفقته. أوه، يباني أدافع، أدافع من اليسار، أضرب أضرب. فلاعبي تقريبا اخترته أطول شيء أنا، ولا هذا قصير مدري. حاول مجددا من فوق من تحت. أوكي، أنا هي دروس السيف، أقول لكم لعباتي هنا بالسيف الحالة بدون أي شيء. أوه، يعني أختار المكان الصحيح وأوجه السيف المكان الصحيح. كلام، والله كلام. اللعبة يبالها فترة تعود صراحة. أنا بجلس أتدرب كذا ورا الكواليس. جميل، خلصنا التدريب الثاني. ودي أدخل صافق مع هذا. فيبيلك تعرف الضربة وتركز من وين جاتك، يمين ولا يسار. هلا بالنشابة. تكفى والله هذا اللي أباه. أو البوع عفوا. كيف يسحب؟ كليك يمين ما يسحب. حليله، تخيلوا الجيوش مقبلة من هناك وترميها كذا زي الأفلام، عرفت؟ ترميها لفوق في كتم نفس ولا شيء، أدري. الظاهر أني طولت ضاغط. يا سلام، لازم تعرف التايمينج. أوه، هذا مسوي لي على أساس أنه مصعب علي الوضع. إيش رأيكم بالسيف بس؟ والله لأن صراحة اللعبة هذه صعب، يعني ما في مكان كذا أضبط الكاميرا فيه، فاخترت لي هذه الزاوية بحيث أني ما أغطي أي زاوية من اللعبة، لأني ما زلت أول حلقة ما أعرف. يا سلام، أصابناهم كلهم في 57 ثانية. عندي أي سلاح ثاني؟ تدريب الرمح. أوه، ترمي الرمح. جرب. أوه، الرمح لازم أني أرفعه، نظام باتلفيلد.
اي والله يا سلام، هذا اللي كنت ادور عليه يا وربي، شيء رهيب شيء رهيب. هنا يقول لي الحصان، هو النشابة برضه موجود على الحصان الظاهر هنا. اوكي نركب الحصان اف، جميل. يا سلام، الله اكبر. الايم ما عليكم، لا توصوني يا شباب. اسمع الصوت كيف اختلف يوم مرينا على خشب، تفاصيل البسيطة هذه رهيبة. طبعا يا شباب اللغة العربية يا ريت تكتبوا لي في الكومنت اذا ناسبت ولا اني الغيها. للامانة والله جلست لا يقل عن 4 ساعات عشان اضبط اللغة العربية، بان قلت اقل شيء بنزلها الحلقة الاولى، لان صراحة انتقلت اللعبة شيء بسيط والترجمة مثل ما تشوفون مش لهناك. فيا ريت تعطوني رايكم، هل تبونها بالعربي ولا لا؟ يا شباب اللعبة هذه عبارة عن ايش؟ عبارة عن انك تبتدي شخص عادي، تصنع سمعتك وتكون توصل الى انك تكون مملكتك الخاصة وتجيب لك جنود زي هذا لا وتدخل حروب. تخيل وراك 20,000 محارب وتواجه 20,000 محارب قدامك. فا او انك في البداية ممكن انك ايش يا اخي، خرجنا من تدريب هذا خلاص، يمكنك العودة في اي وقت. اوكي فممكن نضبط مملكتنا الخاصة، طبعا هذا بياخذ منا وقت طويل. عشان نوصل لهدفنا لابد ان في البداية على بعض المساعدة، انت متسابق افضل مني لذا سدعك تقود الطريق. اوكي لدينا طعام منخفض، توجد قرية شمال هنا حيث يمكننا شراء المؤن والعثور على والعثور قبل ان نفعل اي شيء اخر. اوكي هذا المنظورنا حاليا يوم نتنقل من مدينة الى مدينة بيكون عبارة عن كذا. طبعا حنا في نقطة صغيرة جدا من الماب اللي هو فيه له الكلانات والبلاوي اللي راح نسيطر عليها كلها بإذن الله. حاليا شخصين اللي هو أنا وأخوي، وسرعتنا 7.5 والقوات 2 مثل ما تشوفون، سلاح الفرسان والمشاة. طيب نيجي إلى هذه المدينة، هنا يرويك الناس اللي طالعين، اللاجئين ملاجئين. الحين بما يقولك وصلت إلى قرية، إذا رحنا أي مكان زي هذا بتطلع لنا قائمة، نختار نتجول داخل القرية هذه، نروح نشوف الحداد، نضبط أسلحتنا، أو نروح شو اسمه عند تجار ونشتري أكل، أو نتاجر ممكن نحصل أكل رخيص هنا نشله نوديه مكان ثاني نبيعه بغالي كذا. يعني نبدأ نضبط أمورنا من ناحية الفلوس، في خيارات كثير وراح تشوفونها في السلسلة حبة حبة إن شاء الله. نحن بحاجة إلى طعام، وبعد ذلك ربما يأتي بعض الرجال معنا هنا. أوكي أوكي الحين حدث لي لهذا، يقول يضغط Alt عشان تشوف الشخصيات المهمة. اوكي هنا قائد القرية هذه، يا اخي شعور رهيب صراحة المشي كذا بالخيل. يا عزيز القائد وش الصغير هذا؟ زعيم هذه القرية ماذا اتى بك هنا؟ نريد مساعدة، عددنا قليل الناس، تعالوا تحدث معي مرة اخرى يكون لدي مهمة. طيب زبدة الموضوع يا شباب انه جاي يقول ان احنا بحاجة لمساعدة، في ناس غزوا علينا. هذا قال لي اوه حتى احنا مجلودين، فممكن في ناس يساعدونك اللي هو عشان شو اسمه ضد الناس اللي هجموا علي وهجموا على هذه القرية. لكن في البداية نباك تاخذ بعض المجندين، فالحين نقدر نجند قوات من المدينة هذه نفسها او القرية الصغيرة اللي رحناها. موفر لي فوق بعض القوات لنقلهم الى حزبك. انقر اعلى العربي صراحة بدأ يقروشني. خلنا نجند، مدري هو كم طالب، 5 خلهم 5 لانهم راح ياخذون مني رواتب، فودي اعرف الخمسه هذول كيف قبل لا اجيب العيد. شراء الاغذيه من قائمه المستوطنه على اليسار، شراء المنتجات ودنا نشتري اكل، نضبط المظابيط لان الاكل مثل ما تشوفون صفر، ويقول لي 0 أيام حتى ينتهي الطعام، يعني ما في اي شيء، فلا بد ان نشتري بعض الحبوب. طيب الحبوب اللي هو الجرين، يو يا صوف يا والله ما ودي اقول بانشتي يا جماعه ما ودي. طيب 63 كم فلوسنا هنا؟ فلوسنا 700، وهنا صحتنا 99، فيمدينا ندخل القتال بالراحة. وعددنا 7 اللي هو أنا وأخوي و5 معي، وهنا السمعة تقريبا 19 الله العالم. الحين جندنا الأربعة اللي عندنا ونشوف إيش يقول. هذا تقريبا مشن تعليمي كذا في البداية. سعيد لرؤيتك، وجدت ما تحتاجه الآن حول هذا الأمر الذي ذكرته سابقا. إلى هنا من وقت آخر، اسمه تاكتوس، يعالج الناس مجانا، نحن مغرمون به. هنالك هذا الطبيب المتجول الذي يأتي، آخر مرة شافوه قبل بضع أيام كارينج سم سورت أوف تشيست، معاه صندوق مهم وما يتكلم عنه. طيب هم worried about him، مدري ايش قلقون عليه. If you can keep an eye out of him. اوكي راح يخبرك معلومات مهمة اذا لقيته. طيب اذا لقيناه، اسمه ايش؟ تاكتوس. تاكتوس تم تعطيل التفاعل مع هذا الشخص اثناء مرحلة البرنامج التعليمي. نسوي مقادرة، نشوف عندنا كوستات تحديد وانقاذ المسافر. اوكي هذا هو اللي هو تاكتوس الظاهر. نهزم 3 اطراف. Look around the village to find the party that captured that. Okay. اللي صادوا المسافر هم شلوه من القرية هذه، فلازم ان ندور حوالين القرية الظاهر هذا لهم.
القراصنة قطاعين طرق. فهذا اللي كنت أتكلم عليه يا شباب، أنت تختار تبغى تكون قطاع طرق، تبغى تكون أول شيء في البداية تشتغل مع الجيوش اللي بنشوفها بعد شوي، تحصل 1000 كتيبة كذا ماشيين، فتدخل تكلم القائد وتقول له أبغى أشتغل معك، وحبة حبة تطور نفسك، تدخل المعارك معاه أو مع الجيشه، وإذا شافك جالس تقتل وكذا شو اسمه يضبطك ويقول لك ترقية ما ترقية، ويعني في أمور طيبة كذا. أنا أخذت لي نظرة طبعا على اللعبة بحيث أنها تكون عندي خلفية لهذا. الحين حنا وين الخمسة اللي معي؟ أي ورا الشجرة هذا العام. يا سلام يا سلام. الحين نجي قائمة الأوامر اللي هو الاف 1، نقول لهم مثلا تشوفون الجيش مقبل من هناك، شوفوه. نجي نقول لهم تقدموا حركة، اتبعني أو اتبعني أو هاجم. أعطى هاجم. عندك أوامر ليل الأوامر. وربي مسحنا اثنين كذا من أول شطفة. طيب القائد الحين جاء دوره، أجلد عينه. فيه مود أنك تضيف قص الرقاب، الهبلان هذا اللي جالسين يلحقون الضربة زي هذه تحصل راسه يطير. إني أرى رؤوسا قد أينعت. خلنا نجرب الرمح. عطنا الرمح. أيوة وين آخر واحد؟ خلوا لي إياه يا شباب. والله جالسين يلاحقون آخر واحد، الظاهر أنه هرب، الظاهر أنه انسحب، فجالسين يلاحقون وراه. هذاك واحد يفر هناك. وين الأخيرة؟ أوه في اثنين يركضون. خلاص منسحبين يا أخي، خذوهم أسرع. يمدينا ناخذهم أسرى أو عبيد ونقدر نبيعهم، ففي خيارات حلوة. بس لازم أني أضربهم بالشيلد يمكن. كيف أضربها بالشيلد؟ لا 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 تقتله، خذوهم أسرى يا أخي. خلاص دام السالفة كذا بندر الرمح يا أحول. 12 دمج. لا وين راح؟ فوز بالمعركة. اضغط العرض النتائج. كان كم عددهم؟ 5 ماتوا. حرام والله. في سلاح يكون معك مثلا زي المطرقة كذا، مش سيف، عرفت؟ تصير حلوة مطرقة. المهم انه شيء خشبي مثلا عصا، تصقعه بحيث انه يغمى عليه وما يموت، وبعدين يكون عندك اسير. فشغلة هذه جميلة جدا، بس حاليا ما عندنا شيء. هنا شخصيتي. الملابس عندك نوعين، الملابس في الزي المدني او الزي الحربي في المعارك، فممكن اتخصص وتكشخ هنا وتضبط امورك هنا. حلوين حلوين. هنا الملابس اللي انا لابسها، ما عندي جلفز، وفي شيء يلبسها في هالمكان هنا مفروض، الخيل والسرج والسواليف الطيبه. هنا الانفنتوري شغلات اللي عندي، وهنا الكاباسيتي اللي هو الشغلات اللي اقدر احملها معي، لان حصان واحد بس معي، ف 150 سعه المخزون. هنا معنويات القوات، فالمعنويه لازم انها تكون مرتفعه، كل ما فزنا الظاهر في القتال وكذا راح نزيد. حياتي 99 ما تدمجت ولا شيء، فيمدينا نقاتل وكذا. نزيد سمعتنا ونزيد فلوسنا برضه. يعني الحين نهبنا منهم الشغلتين هذه. شوفوا هذا اللي اقول لكم اللي هو ما عندي، حصلنا من القوات هذه الموجوده، بصير البسها. يا سلام سلم. وورن ليفل اوكي، هذا جلد الظاهر افضل من اللي عندي. هذا فئه الدرع 1 وهذا فئه الدرع 2. حلو، تطوير رهيب. شوفوا هذا لبس اللي سريع سريع كذا، قتلناهم حصلنا منهم امور طيبه. هنا مجرد فرز انك تفرز الاسلحه والدروع وكذا، بس انا ما عندي شيء. خلي البنتري كله. هنا صفينا واحد من ثلاثه الظاهر، هذا الثاني نقرب من عنده، وعلى طول بيعطينا الخيار اللي هو هجوم. ارسال القوات الخاصه بك حاليا مسكر لنا برنامج تعليمي، هذا بيوفر علي جيش يخليه ينزل ويقاتل، واللي يموت منهم هذا المهم بيطلع لي تقرير اذا ودك تختصر. بس الحين موضوع الاسرى ما عندي سلاح صراحه اضبطه، ف ودي اشوف حل. ايوه بالنسبه للاوامر والله يا شباب ما عندي اي خلفيه، مثل ما تشوفون ما عندي الا هاجم. فيه ستوب، تراجع، تحرك، اتبعني، فولو مي. الحين وين هذا؟ هذول مقبلين. ود اهجم فورورد وخلاص لين ما نتعلم. اوه يمدينا نشكلهم دائره، نشكلهم على شكل دائره. اخر هناك قتلته والله بضربه واحده، قلت لهم شكلوا دائره، شوف كيف شكلوا دائره، على طول هربوا. تونا قلنا بسم الله. ايش اللي ينزل من حصان؟ تعال تعال. ما عندي شيء ارميه، والله لعبه ثقيل مره، هذا خفيف ما يدروا. والله كفو يا وحوش. مساكين. كانوا كم؟ كانوا 6 وحنا خيالها مدري ايش. بداية اللعبة حبوا انه مش نفس التدريب كذا يضبطونا. هذا ناجون اخوه. طيب خلصنا على الثاني، وين الثالث؟ هذا لمين؟ قافلة.
قافله ايش؟ تعال يا طيب تتمشى قدامي كذا، والله ما يمدينا نلاحقهم. كم سرعتهم؟ 6 وحنا كم؟ حنا 7.4 الا بنجيبهم. تعال يا قافله محدوده. البرنامج التعليمي خربت، البرنامج التعليمي اللي توهقت فيه انا. شوف بدا ليل يجي حاليا، الليل له فوائد، في شغلات جميله تكون في الليل. هذا لهم هذا لهم القراصنه حصلناهم. اوكي الحين بجرب شيء ثاني، الاف 2 جدار الدروع. نقول لهم جدار. اوكي مسكوا الشيلدات كذا. عمودي ممكن اخليه عمودي اف 7 كولم. الجماعة بيدخلون علينا وحنا كولم. ايش الكولم هذا؟ من علمكم الكولم هذا يا شباب؟ اوكي 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 جميل جميل. الحين هجوم، الحين اعطيهم هجوم. لا انا كنت موجه العلم في مكان ثاني. اجلد كذا وانت وانت فوق الخيل. اوف ماتوا ربعي ولا ايش؟ يا ربع ماتوا ربعي. وات؟ واخوي لا، واحد مات، واحد مات. ايش فيك؟ ريلاكس، هذا حي لسه. في واحد يتطور عندي؟ لا ما حد يتطور. هذا اذا تطوروا وصلوا لبلاتهم عالية. طبعا فائدة التطور مهم جدا. اوه جاني ليفل ثاني الظاهر. هذا ليفل كم؟ فئة واحد تقريبا. هو نفسه اي نفسه، ما ادري وين كانوا زابلين هذاك. يرسكو بريزنر. ايوه بس من وين جيت يا بريزنر؟ اوه تاكتس، هذا هو تاكتس او هذا اللي حررناه الحين، اللي هو التاجر. دكتور باي تريد. اي واز وذ الكرفان ذي جست مدري ايش، كانوا يعذبوني بدون ماي بدون مدري ايش. المهم انه مسكين انجلد. نحن نبحث عن طفلين اسرهم المغيرون، هل يمكنك اخبارنا باي شيء؟ ام افريد ما شاف اي احد. طيب عندك اي شيء مهم الحين؟ سوالف كثيره. طيب بدا الظاهر انه يعطينا فلوس ويقول هذا ما هو بقدرك. نقول له ما عليه، هات اللي معك بيفيدنا بما اننا في البدايه في اللعبه. وتوكل على الله. شكرا لانقاذك لي مره اخرى، امل ان تتقاطع طرقنا مره اخرى. ان شاء الله ان شاء الله تتقاطع طرقنا. قول نشوفكم على خير ان شاء الله وخلاص تتقاطع. كذا خلصنا مفروض الكوست. اثر على مخبأ اصابه مدري من وقم بالحاق الهزيمه بهم. حاضر، ابحث عن مخبأ رادغوز. وين مخبأ رادغوز؟ دورني. في شغله حلوه جميله جدا اللي هي لو ضغط حرف ان، حرف ان يجيب لك الموسوعه. الموسوعه هذه وش يا شباب؟ ما ودي ادخلكم في كل شيء حاليا، بس تخيلوا ان العالم هذا كله تدخل عند الابطال تحصل ليدر بورد من الجميع، يعني تحصلون باذن الله اسم وانتد كذا، الزعيم هو متزوج غير متزوج. موضوع الزواج هذا بعدين، موضوع الزواج هذا نروح نخطب وندفع مهر وعيالنا بعدين يشاركون معنا في الحروب. اي والله ما امزح، ففي تفاصيل ابو التفاصيل، فشي شي شي رهيب. وشاركون معنا عيالنا مع تشوف ولد كذا جالس يحارب قدامك، تعلمه وضبط الامور. المهم يعني في شغلات. في ايش المدينه اللي قبل شويه يا اخي اريدها انا؟ رادغوس. فهذا الموسوعه الجميل جدا فيها انك لو تكتب رادغوس بيجيب لك مكانها او هذا الشخص. اوكي بعدين يمديك تسوي لها اضف الى الاشارات المرجعيه، يعني نفس ما تقول كذا فاتح جوجل حق اللعبه داخل اللعبه. فهمت علي؟ فشيء جميل جدا. مستوى 6 تضغط على الشخصيه. انا كنت ابغى اوصل لشيء بس صراحه ما حصلته. تجيب اللوكيشن حقه. فالظاهر بما انه ابحث ما راح يخبرنا على المكان. هذا هو هذا والله حاط لي اياه انا، بس كويس اني استعرضت لكم الشيء هذاك. هذا مخبأ اللي هم الظاهر كانوا يهجمون علينا، قطاعين طرق الجبليه عشيره. حاليا كم عددنا احنا؟ هل 300؟ فيمدينا ممكن نهجم، ممكن ننتظر في الليل ونهجم، لكن خله في الصباح عشان تكون الامور واضحه. حليله تلو سيوف على طول. كم عددنا؟ 1 2 3 4 واخوي هناك الظاهر صح؟ والحلوين هذا وينهم؟ الحلوين واقفين. اوه حنا نهجم عليهم فعلى اساس انهم ما يعرفون. حلو، هنا يجي دور ايش؟ يجي دور تخطيط. اوكي هنا مقسم لي انا واخوي مثلا يجي من مكان، والاربع هذول مكان. انتوا روحوا كذا من فوق من هناك، وانا اخوي بندرع من هنا. حلو حلو، بس خلنا ننتظر اخوي كذا هنا. انقسموا، هذاك شافونا خربت الخطه. هو جالسين يرمون. اوه معي هذا، لا تضرب اخوي. وين سيفي انا؟ اما اخوي ما يا ولد. واحد واحد وين الأربعة اللي هناك يا حبايب؟ جالسين ينظرون. شوف لازم أوجه ضربتي هنا.
اوف يا شباب يا شباب الفزع يا شباب يا هبلان. الله يخرب بيتك. تعال الحين تعال تعالوا وربي بغت تهج علي من اول حلقة. شوف هلثي شوفوا بداية الزعماء يا شباب والله بداية الزعماء. بس الهبلان هذا لبعدين ندبهم. انا صراحة الاوامر قلت لكم عندي مشكلة فيها مفروض اقول لهم اتبعني وخلاص فيصيرون دائما وراي. لسه ما خلص الحقهم البيس ولا ايش؟ الجيش المهاجم 5 والجيش المدافع 4. في واحد انحاش الظاهر ولا ما شاء الله مضبطين لهم جلسة عربية وشابين الضوء حق ستراند الديب. والله شيء رهيب. كيف لازقين فين الحين على الذين؟ تحرك الى هذا الموضع. ارحبوا اقلطوا. ربي كانوا متجهزون للثمنين. حليل عاش عاش. يمديك تصد هجمات في شو اسمه. اوه في فوتو مود. حليله شوف كيف عيونك. هذه صورة الثمنيل. هذا الأخير كان في الحمام الظاهر مسكين. لا ترمي لا ترمي يا وصف. أوف شطفني يا أحول. نسيت هلفي. توقع إذا فزنا الأمور طيبة. أوه انحاشوا. والله إني موظف عيال. أصلا من يوم ما شفته ما نسحبين عليه هناك عرفت أن الوضع فيه خيانات. والله لا ابوكم لا ابو جدكم. بس كويس انه يعيدني. ما ادري اذا راح نخسر شيء ولا لا. المهم خلاص راحت علي. تابعوني يا عيال الذين. شوف لازم تصد الهجمه من وين جايه. شوف كيف تصدها. والله العظيم اني اتقنت. لازم القائد العظيم يكون فاهم. اوف يكون شو اسمه ذا عرفت. لا لا ما عليكم اقسم بالله ان الوضع خلاص. شوف تصد الهجمه كذا من اليسار بالسيف ولا تصدها من اليمين بعد كذا تصدها من فوق تصدها من تحت. الشغله عجبتني والله العظيم. يعني مصعبين الوضع شوي ف يبي له اتقان. تخيل يوم تدخل اونلاين وربي الاخ بزوني خبز ينغزوني كذا تلقاني من اليمين واليسار كل شوي نغزه. هذه جلستهم الثانيه. اوه هذا ما درى. وقف 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 هناك وقف هناك. وشلون يا اخي. ايوه اوه والله في سنيكينج في اللعبه. لا بشوف جيش هناك الهبلان. وخروا اخبزين. It was at this moment that he knew he fucked up. ممت. الله يخرب بيت ابو جدك على السنيكينج. حياتي كانت شعره. انحاشوا. الله يقلع ابو جد جدكم يا عيال الذين منكم 5. ورب دخلت الرمح في راسه. ايش اسوي اكثر. انت سقط. اتمنى الحلقه نالت اعجابكم. هذا مجرد تعريف خفيف لطيف. والله العظيم ان اللعبه فيها عمق جدا كبير لكن ما ودي اعطيكم ذيك المقدمه الطويله في حلقه واحده.